السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية، وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شارك أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بالعاصمة السنغالية دكار في أشغال القمة الثانية حول تمويل المنشآت في إفريقيا التي تتواصل اليوم. وفي الكلمة ألقاها الوزير الأول باسم الجزائر أمام المشاركين في القمة، استعرض تجربة الجزائر وإسهاماتها الكبيرة في مجال إنشاء وتطوير البنى التحتية بالقارة الإفريقية، مجددا الالتزام بمواصلة المشاريع القارية الكبرى على غرار الطريق العابر للصحراء ومشروع الربط بالألياف البصرية الذي يشمل العديد من الدول الإفريقية. التفاصيل مع موفدة التلفزيون إلى دكار سونيا غارسيا. إفريقيا قارة الموارد والثروات الطبيعية، قارة جمعت كل الجوانب اللازمة لتحقيق التنمية بعيدا عن كل أشكال التبعية. اليوم هي ملزمة بتطوير وتعزيز بنيتها التحتية، والاندماج بين الدول وحشد التمويل من أولى الخطوات لتحقيق ذلك، يؤكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. إن إرساء أطر تعاون مربحة للجانبين بين إفريقيا وشركائها الأساسيين من شأنه المساهمة في تطوير وفي تصور إجراءات ومبادرات تعزز من قدراتنا على حشد الموارد المالية عبر مساهمات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وشركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص، مما سينعكس لا محالة بالإيجاب على وتيرة إنجاز البنى التحتية النوعية في قارتنا العزيزة. مساهمة نوعية للجزائر في كل المناحي وبرامج تنموية جسدتها في إطار سياسة الاندماج الإفريقي خلصت إلى صقل بنية تحتية قوية كالطريق العابر للصحراء وطريق الزويرات ومشروع خط أنبوب الغاز لاغوس وغيرها من المشاريع المهمة. منذ حداثة عهدها بالاستقلال أطلقت مع دول الجوار أحد أوائل المشاريع الاندماجية في قارتنا العزيزة من خلال الطريق العابر للصحراء الذي يبلغ طوله قرابة 10,000 كيلومتر، مع محور رئيسي إلى نيجيريا عبر النيجر، وتفرعات تربط الجزائر، مالي، النيجر، تونس، نيجيريا وتشاد. بالإضافة إلى ذلك، وبقرار حكيم من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بادرت الجزائر أيضا مع الشقيقة موريتانيا إلى وضع الترتيبات القانونية والإجرائية والمؤسساتية من أجل إنجاز طريق يربط مدينة تندوف الجزائرية بالزويرات الموريتانية. وإن الجزائر لحريصة أيضا كل الحرص على تجسيد خط أنابيب الغاز ليغوس الجزائر. 69 مشروعا إفريقيا ينتظر التجسيد فق 2030، ودعوة إلى بناء شراكات مع مؤسسات وشركات لتمويلها. إذن هي تحديات كبيرة ورهانات كثيرة تنتظر الدول الإفريقية، تستوجب مضاعفة الجهود من خلال التحفيز وحشد التمويل الدولي من القطاعين العام والخاص لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع. سونيا غاسي، مفادة التلفزيون الجزائري، للعاصمة السنغالية دكار. في الانشغال الصحي وضمن مساعي الدولة في التكفل الأمثل بمرضى السرطان، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الداء، يتواصل صالون الإعلام حول السرطان بطبعته السادسة الذي تنظمه وزارة الصحة بهدف التحسيس والتوعية الصحية والكشف المبكر عن الداء. وقد تم الإعلان عن مخطط وطني لمكافحة مرض السرطان يرتكز أساسا على الوقاية باعتبارها عاملا محوريا في مكافحة هذا الداء ومسبباته. يطمح المهتمون بالبيئة إلى تحقيق توازن أيكولوجي للحفاظ على المقومات الطبيعية، وتعد المناطق الرطبة إحدى هذه العناصر. العينة من ولاية تجورت مع نسمة جوجيل. يطلق عليها بحيرة مرجاجة، بحيرة تكتنز مقومات طبيعية كثيرة تستحق الزيارة والاستكشاف، لذا كانت وجهة وقبلة لمحبي الطبيعة.
استفدنا بزيارة هذه البحيرة أن اكتشفنا العديد من الكائنات الحية كالطيور. تعرفنا على بعض الحيوانات والنباتات الموجودة في المنطقة، حيوانات خارج الماء والتي تعيش في الماء أيضا. تعتبر المناطق رطبة وسط حيوي حساس ويجب المحافظة عليه، ولذلك يجب الاهتمام بهذا الوسط من خلال توعية وتحسيس الجمهور على ضرورة المحافظة على هذه الوسط. ولأن البحيرة تعد أحد أهم المناطق الرطبة المتميزة بمدينة توغورت، استقطبت وجذبت أساتذة وطلبة للغوص والاستكشاف لبحيرة تسمى مرجاجة. قمنا بتنظيم زيارة ميدانية لفائدة الطلبة والأساتذة المؤطرين لإحدى نموذج على المناطق الرطبة، وهذا لإبراز أهمية هذه المناطق الطبيعية، ثانيا لتعريف الطلبة على تقنيات الدراسات البيئية. الرسالة اللي نقدر نوجهها يعني للمواطنين بصفة عامة هو المحافظة على هذه الأنظمة البيئية، لأنه هي مناطق تعد على أصابع اليد. ولأن البيئة بكل مقوماتها تحتوينا وتحتضننا، وجب الحرص على حمايتها والعناية بكل تفاصيلها ومعطياتها اللافتة. دوليا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني قرية رمانة غرب جنين في الضفة الغربية وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. كما اعتقل شاب أثناء مروره أما على حاجز عسكري نصبته قوات الاحتلال عند المدخل الغربي للبلدة. في أخبار الرياضة، وتحسبا للمباراة النهائية لكأس إفريقيا للاعبين المحليين بين الجزائر والسنغال المقررة غدا السبت بملعب نيلسون مانديلا ببراق بالعاصمة ابتداء من الساعة 8:30 مساء، تحسبا لذلك أجرى أمس منتخبنا المحلي حصته التدريبية قبل الأخيرة بحضور جميع اللاعبين. الحصة سادها تفاؤل كبير وسط اللاعبين بتحقيق انتصار جديد والظفر بالكأس لأول مرة في تاريخ هذه المنافسة. هذا وتواجه مدغشقر منتخب النيجر في مباراة ترتيبية لتحديد صاحب المركز الثالث في منافسة شان الجزائر. المقابلة مبرمجة اليوم بملعب ميلود هدفي بوهران ابتداء من الساعة 8:00 مساء، وبإمكانكم متابعة المباراة على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري. نهاية النشرة، نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم.